مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. رضا الوهابي متواجد حاليا بدبي من بعد ما غادر تركيا بالأيام السابقة لبداية مغامرة جديدة، فالمغامرة هالمرة حتكون مع جو حطاب، حيث عم بيحضروا لفيديوهات وتعاونات مع بعض. بداية صور جو متحمس؟ هاي القاعدة الأولى؟ لا تحمل ما يجي له الصحراء غادي نصوره شي حاجة تكون مح. قبل أيام تخطى أبو فلة حاجز 10 مليون مشترك، إلا أنه اقتربوا بشكل كتير كبير من 11 مليون مشترك خلال أيام قليلة فقط، ومن بعد تحقيق فيديوهاته الأخيرة نجاح كتير كبير ومشاهدات جد عالية. ألف مبروك لأبو فلة. جماعة كنت قاعد أمنتج عشان مقطع اليوم وأنا أزل لكم إياه، اللي هو مقطع اليوم، بس وقفني شيء مهم. وقفني شيء مهم يا جماعة. من بعد ما أعلن طوني عن خبر إصابته بفيروس كورونا، شارك هذا الستوري اللي شكر فيه أسو على تواصلها معه ومع زوجته كريس. سوبرز، بدي أطمنكم أنه أنا كتير أحسن، وبدي أشكر كمان أسو اللي تواصلت مع كريس تتطمن عني، تواصلت معي تحكيني. بدي أقولك كتير مرسي على كلامك الحلو، بدي أشكرك، أنت مش بس يوتيوبر شاطرة، أنت كمان كإنسانة بتجنني. أما بيسان إسماعيل تخطت حاجز 7 مليون متابع على تيك توك، ونور مار تخطى حاجز 11 مليون متابع. ألف مبروك لبيسان ولا نور مار. من بعد انتشار خبر مرضها، رجعت نور ستارز بستوريهات جديدة لتجاوب فيها على أسئلة المتابعين، وأكيد إجاها سؤال عن صحتها، فأجابت نور بي: شوي تعبانة بس عادي لا تخلقوا. شكرا على رسائلكم وكلامكم الحلو، ورح تعرفوا كل شي أكيد بالوقت الصح. الله يشفيها ويعافيها، دعواتكم لإلها ولكل المرضى. أيام قليلة فقط عم تفصلنا عن موعد أغنية نارين بيوتي، حيث رح تطلق الفيديو كليب قريبا جدا، يعني بعد أيام، كم نسبة حماسكم لسماع الأغنية وخاصة لتشوفوا الفيديو كليب. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.